أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صروح عسكرية. صرحنا اليوم صرح مميز بالعلم والمهنية، مختص بالدراسات والبحوث الاستراتيجية واللغات الأجنبية والكليات الوطنية. ضمن إطار التعاون العلمي والانفتاح الأكاديمي على المؤسسات المهنية، وقع رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية مذكرة تعاون مع الجامعة العراقية. أجرت كلية الدفاع الوطني تحديثاً خاص بالمناهج الدراسية استعداداً لاستقبال الدورة 26، وهذا التطور يتعلق بالمتطلبات العلمية والرؤى المستقبلية بما يواكب تطورات الساحة الداخلية والإقليمية والدولية. استقبلت كلية الحرب الدورة التطويرية للقادر رقم 1، والتي تسعى إلى تطوير المهارات القيادية الأساسية وفق التطورات الحديثة واتخاذ القرارات المناسبة لها. أجرت كلية الأركان تمرين تحليل مناطق الحركة للدورة رقم 84، الهادف إلى تنمية مهارات الضباط في تحليل مناطق الحركة لأغراض التطبيق العملي في الميدان. أجرت كلية القيادة اختبار مادة الدراسات السياسية لدورة القيادة للضباط الأحداث الرقم 70 ألف، من أجل تنمية الأسلوب الأكاديمي في ميدان الفكر السياسي. أجرت الكلية العسكرية اختبار مواد مختلفة الخاصة بطلاب الدورة 13 بعد 100، وهو من الاختبارات النظرية لمنهاج التدريسي بمختلف العلوم العسكرية. يستمر معهد اللغات في إقامة الدورات التطويرية للغة الإنجليزية الخاصة بأمري التشكيلات من أجل صقل مهاراتهم في المحادثة والاستيعاب والقراءة والكتابة من خلال دروس نظرية وعملية. عقد مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية حلقة نقاشية بعنوان تأثير تقنيات التكنولوجيا على أجيال الأسلحة، نوقشت خلالها الانعكاسات الاستراتيجية للتقدم التكنولوجي وأثره في إدارة وحسم الحرب وما لها من تأثير على أجيال الأسلحة التي أصبحت تقليدية. ارتوينا نحن وأنتم من مناهل العلوم العسكرية بجولة نشاطات إعلامية تجولنا بها في حقول التخصصات الوطنية بدراسة أكاديمية عسكرية. إلى هنا تنتهي حلقتنا الأسبوعية من برنامجكم صروح عسكرية. دمتم في أمان الله وحفظه.